ايه هي الامراض الوراثيه؟ وهل فعلا الامراض الوراثيه بتتنقل بس من الام للطفل؟ زي ما كتير جدا من الازواج والحموات معتقده في مجتمعاتنا الشرقيه. والسؤال اللي دايما بتساله الام هو ازاي ابني عنده مرض وراثي والاب والام سلام 100% ومفيش حد في العيله اساسا عنده مرض وراثي؟ وهل رعايه الامراض الوراثيه للاطفال فقط؟ يعني ما ينفعش بالغين او اتنين مغيبين عن جواز يكشفوا؟ طب لو فرض اتنين اقارب هيتجوزوا، ايه التحاليل المطلوبه يعملوها قبل الجواز؟ وهل فعلا زي ما معروف ان الجواز الاقارب بيزود حدوث المشاكل الوراثيه؟ وفي حاله ان طفلك عنده مصاب بعيب خلقي، ايه التحاليل المطلوبه ان احنا نعملها عشان نطمن على حاله الطفل بشكل عام ونقدر نساعده؟ وهل متلازمه داون هي فعلا متلازمه وراثيه وفعلا بتورث من الام للاطفال؟ يعني لو ام جابت طفل داون كل الاطفال اللي هيجوا بعد كده واللي هتخلفهم ام يبقى داون؟ كل ده هنعرفه اكتر في برنامجنا افهم وراثه تفهم حياه. اهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم دكتور محمد ابو بكر صبيح، استشاري الامراض الوراثيه والعيوب الخلقيه وصعوبات التعلم كليه الطب جامعه اسيوط. والنهارده احنا بنكلم حضراتكم من اول عياده امراض وراثيه وعيوب خلقيه وصعوبات التعلم في صعيد مصر. اهلا وسهلا بيكم. للأسف محافظات صعيد مصر بداية من المنيا مرورا بأسيوط وصولا إلى سوهاج إلى أسوان في عدد كبير من الأطفال المصاب بالأمراض الوراثية والعيوب الخلقية. الأسوأ من ده إن جزء كبير من الأطفال دي بيتوفوا بدون معرفة السبب. المشكلة اللي بيواجهها الأهل اللي عندهم طفل مصاب بمرض وراثي أو عيب خلقي هي المشقة اللي بيواجهوها عشان يلاقوا طبيب متخصص في التخصص الدقيق ده، وبيحتاجوا في أوقات كتير يسافروا القاهرة عشان خاطر يلاقوا مساعدة إزاي يقدروا يساعدوا ابنهم وإزاي يقدم لهم العلاج. من 2015 بدأ تخصص علم الوراثة ياخد وضع أكبر في الصعيد، وضع ملحوظ ملموس، وحنحكي لحضراتكم على طول الفيديوهات والحلقات اللي هنعملها في برنامجنا عن مئات الحكايات والقصص اللي الاهالي والاسر قعدت تدور وتلف كتير وللاسف فصل من غير سبب. عشان كده احنا معاكم النهارده، هدفنا ان احنا نقدم لحضراتكم والاطفال صعيد مصر خدمه طريق بيهم ازاي نقدر نشخص التشخيص السليم للاطفال المصابه بالامراض الوراثيه، الاطفال المصابه بالعيوب الخلقيه، وازاي كمان نقدر نوفر لهم او نوصل لهم العلاج بصوره لطريق بيهم. ما ينفعش يبقى طفل وصل عند 4 أو 5 سنين ولحد هذا الوقت مش قادر يتوفر له علاج. علشان كده احنا كمان هنوضح لحضراتكم وهنفهمكم اكتر وبصوره مبسطه في فيديوهات عباره عن حلقات في برنامجنا افهم وراثة تفهم حياة، نقدر نفهم منه كل تفاصيل الأمراض الوراثية وكل تفاصيل العيوب الخلقية، وإزاي حضرتك تقدر تتصرف لو طفلك عنده عيب خلقي أو مرض وراثي، وإزاي تقدر تقدم له علاج، وإزاي تقدر تقدم له خدمة تليق بيه. هدفنا الأساسي إن احنا نخلي حياة أطفالنا أفضل، وأملنا في ربنا كبير. انتظرونا كل سبت حلقة جديدة من برنامجكم افهم وراثة تفهم حياة الساعة 8 مساء على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. نشوفكم على خير، أتمنى لكم صحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.